فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أراد الحج قارنا وعند دخوله في النسك لم يذكر العمرة بل قال لبيك حجا، فهل عليه شيء من ناحية العمرة؟ وش السؤال؟ رجل أراد الحج قارنا وعند دخوله في النسك لم يذكر العمرة بل قال لبيك. العبرة بالنية، إذا كان نوى القران فهو قارن ولو لم يتلفظ، تلفظ هذا ما هو بشرط. نعم، العبرة بالنية. نعم.